السلام عليكم ورحمة الله. أخبار منتصف ليل تونس تتابعونها أيضا مباشرة كما على الهواء عبر بوابة التلفزة التونسية، أو تصافحونها لاحقا على قناتنا على يوتيوب وطنية ريبلاي. إليكم العناوين. في ذكرى بعث قوات الأمن الداخلية 61، رئيس الجمهورية يجدد الحرص على مزيد الإحاطة بعائلات شهداء الأمن الوطني. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون تنقيح أحكام مجلة المحروقات المثير للجدل، فيما تهدد المعارضة بالطعن في دستوريته. في خطوة مفاجئة، رئيسة وزراء بريطانيا تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وخطط الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خروج بريطانيا منه لن تتغير. أهلا بكم. أحيا تونس الثلاثاء ذكرى بعث قوات الأمن الداخلية 61. وبعبارات التشجيع والتقدير، خاطب رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة الأعلى الباجي قايد السبسي، خاطب العاملين بمختلف الأجهزة والهياكل الأمنية كافة، مثمنا جهودهم لضمان أمن التونسيين والذود عن حرمة تونس. توجه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الباجي قايد السبسي برسالة إلى كافة الإطارات والأعوان العاملين بمختلف الأجهزة والهياكل الأمنية بكافة تراب الجمهورية، برسالة تحمل في طياتها التشجيع والتقدير لما يتحلون به من روح وطنية عالية وما يبذلونه من جهود لتوفير الأمن والإسهام في الذود عن حرمة الوطن والمحافظة على مكاسبه، وذلك بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 61 لانبعاث قوات الأمن الداخلي تحت شعار الأمن رافد أساسي للتنمية، موكب حضره رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وإطارات قوات الأمن الداخلي. إن اختيار شعار الأمن رافد أساسي للتنمية هذه السنة هو نابع من الإيمان الراسخ بأن الأمن والاستقرار يعدان ركيزتان أساسيتان ومتلازمتان لكسب رهانات التنمية الشاملة ورفع تحدياتها، وأن لجميع أسلاك قوات الأمن الداخلي مدعمون بأبناء المؤسسة العسكرية دور أساسي في ذلك، كل من موقعه حتى يتحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. مناسبة تم خلالها الترحم على شهداء تونس من أمنيين وعسكريين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية حماية للوطن من آفة الإرهاب. كما نتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، ونؤكد مجددا عزمنا على مزيد الإحاطة بعائلتهم وذويهم، تثمينا لجليل التضحيات التي قدموها خدمة لتونس العزيزة التي ستبقى مثل ما كانت منذ آلاف السنين، موطنا للسلام والاستقرار وبلد التسامح والحوار. هذا وتولى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج منح شارات الرتب والأوسمة لثلة من الضباط وأعوان قوات الأمن الداخلي. وزير الداخلية الهادي المجدوب افتتح بالمناسبة معرض قوات الأمن الداخلي بشارع الحبيب بورقيبة، وأشرف على موكب تعليق شارات رتب ضباط وإطارات وأعوان تمت ترقيتهم. الأمن رافد أساسي للتنمية، عنوان الذكرى 61 لعيد قوات الأمن الداخلي، شعار يعكس مدى مساهمة العنصر الأمني في كسب رهانات التنمية الشاملة. الأمن دائما نمشيوا للمظاهر الإجرامية ونمشيوا لمكافحة الإرهاب، لازم يعرف اللي وراء هذا الكل التنمية بتاع البلاد. الأمن راهو رافد أساسي للتنمية، ما فماش بلاد نجم تتقدم من غير أمن. هذاك علاش حبينا نخرجوا من المعاني التقليدية ونمشيوا لمعنى أكثر شمولية. وعلى هامش افتتاحه معرض قوات الأمن الداخلي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والذي شهد استعراضا لعدد من التشكيلات الأمنية، جدد وزير الداخلية الهادي المجدوب تحسن واستقرار الوضع الأمني بالبلاد. الوضع مستقر لا بأس الحمد لله،
ولكن زاد لازمنا نغزروا قدام، لابد نخدموا على 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 الاستمراريه في 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 الامن. يعني باهي ان تو نكونوا في استقرار ونكونوا في امان، لكن باهي يصلوا كان نواصلوا هكايا حتى بالحق نجم نردوا نفس شويه. احتفاليه ومعرض جسدت تاريخ المؤسسه الامنيه منذ الاستقلال وابرز التطورات التي شهدها العمل الامني. احتفالية تضمنت أيضا مشاركة عدد من الفنانين. ومحلاها النهار اليوم، والأمن كيفاش فرحان معانا، والوزير كيفاش خرج، والناس كيفاش فرحانين في البلاد، معناتها تعدى جو باهي باهي فرحانين، معناتها فرحة وعيد بالنسبة للشعب التونسي اليوم. فرصة للشباب باش يتعرفوا على تاريخ نتاع الأمن الوطني، نتاع الحرس الوطني، أيضا الإنجازات اللي قاموا بها الوحدات المختصة سواء البات ولا الوحدة المختصة للحرس الوطني في الفترة متاع الإرهاب. كما نشوفوا ستون فما روح، فما تقاليد جديدة، فما أنيماسيون، الناس كل معناها متفردة، إن شاء الله باش يدوم نهارين. كي يدخل المواطن عاملين ليه أنشطة متكاملة، معناتها معناتها الأمني بصفة عامة، من التكوين نتاعو، من مرحلة التكوين نتاعو لمرحلة التخرج لمرحلة مثلا العمل نتاعو الميداني. وفي السياق الاحتفالي بالذكرى 61، أشرف وزير الداخلية رفقة وزير العدل غازي الشريبي بمقر وزارة الداخلية على حفل توسيم وتعليق الرتب لعدد من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي. رغم الجدل الذي أثاره مشروع تنقيح مجلة المحروقات في رحاب مجلس النواب وخارجه، صدق المجلس الثلاثاء على قانون تنقيح أحكام المجلة بموافقة 106 نواب، مجلة وضعت دستورية بعض أحكامها محل تشكيك. اعتبرت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شخروهو أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات سيبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين في هذا القطاع ويعيد نسق الاستثمار من جديد والذي تراجع في العشرية الأخيرة. اليوم القانون هذايا ينحي الضبابية التشريعية. إيش معناتها؟ الاختلاف الجديد معناتها المهم الكبير هو أنه كل اتفاقية تمضيها الدولة التونسية مع مستثمر في مجال المحروقات، الاتفاقية هذه يصادق عليها مجلس النواب قبل ما تولي فما معناتها استثمار ولا يدخل مستثمر معين للبلاد. غير أن عددا من نواب المعارضة اعتبروا أن الاتفاقية التي تجمع بين رخص البحث والاستكشاف والاستغلال والتي تخول لصاحب رخصة الاستكشاف بالحق الحصري في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه، اعتبروها غير ملائمة للدستور وتقدم سكا على بياض للسلطة التنفيذية في التصرف في الثروات الطبيعية دون رقابة وموافقة مجلس نواب الشعب. ضم الاستكشاف والبحث والاستغلال في نفس الاتفاقية اللي تعرض علينا مسبقا قبل حتى أي تفاوض وقبل حتى أي مراحل تقوم بها كل شريك أو كل مؤسسة تعمل في هذا القطاع، وهذا ما يزيد يكرس كان الفساد، يزيد يكرس كان التعتيم، يزيد يخلي كان معناتها النهب المستمر والمتواصل لك المرة هذه بقانون للثروات الطبيعية متاعنا. يعطى لصاحب الاستكشاف الأولوية وحصريا الحق في المرور إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البحث والاستغلال، وهذا معناها فيه كذا أيضا شبهة فساد، لأنه إثر مرحلة الاستكشاف يعلن عن ذلك وتقدم العروض، ومن يقدم عرض أفضل هو الذي تعطى له مرحلة البحث ثم الاستغلال، هذا معناه لصالح الدولة ولصالح الشعب. في المقابل أكد النائب عن حركة النهضة عامر العريض أن القانون ومحتواه من تنقيحات يضمن المزيد من الشفافية والرقابة البرلمانية. سنضمن هذه الرقابة من خلال مناقشة الاتفاقيات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع فصلا فصلا في البرلمان أمام الرأي العام وأمام كل وسائل الإعلام، وثانيا من خلال متابعة الوزارات المعنية بهذا القطاع ومساءلتها في جلسات. المصادقة على الأحكام التنقيحية لمجلة المحروقات وحسب تصريحات عدد من نواب المعارضة سيتم الطعن في دستوريتها أمام الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين. في أخبارنا من العالم، بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء مع علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني الليبي الرئاسي في القاهرة، بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا. القطراني دعا الجامعة العربية إلى تعزيز دورها في دعم الشعب الليبي ومساندة جهود مكافحة الإرهاب،
بينما جدد أبو الغيط التزام الجامعة بتشجيع الأطراف المعنية على الانخراط في حوار سياسي جاد للتوافق على الخطوات والنقاط العالقة بما يفضي إلى استكمال الاستحقاقات السياسية وبناء مؤسسات الدولة الليبية. في الشأن السوري، جددت مفوضية حقوق الإنسان السامية الثلاثاء دعوتها إلى إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية مدينة التفجير الذي وقع في منطقة راشدين بمدينة حلب والذي استهدف قافلة تجلي سوريين من بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين ما أدى إلى مقتل العشرات. المفوضية قالت إن الهجوم قد يشكل جريمة حرب ودعت الأطراف جميعها إلى ضمان سلامة وحماية السوريين الذين يتم إجلاؤهم. بعد أن كانت أعلنت أن الانتخابات ستجري في موعدها العادي سنة 2020 وليس قبل ذلك، دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 8 جويلية المقبل استعدادا لدخول مفاوضات شاقة وحاسمة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. في خطوة فاجأت الساحة السياسية البريطانية، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء اليوم عزمها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 8 جويلية المقبل، خطوة تحتاج رئيسة الوزراء البريطانية إلى أغلبية الثلثين في مجلس العموم لضمان تنفيذها. هذا القرار جاء بعد 3 أسابيع فقط من تسليم بريطانيا الاتحاد الأوروبي إخطارا رسميا بشأن مغادرة الاتحاد بعد عضوية دامت 44 عاما في مؤسساته. عند تنصيبي رئيسة للوزراء كنت قد أعلنت أنه لن يتم إجراء انتخابات عامة قبل موعدها العادي سنة 2020، ولكن اليوم المصالح القومية البريطانية تستدعي إجراء هذه الانتخابات الآن، هي الضمان الوحيد لاستقرار البلاد ولأمنها خلال السنوات المقبلة. البلاد متحدة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة إلى البرلمان. وفي تصريح رئيسة الوزراء تضمين لما تعيش على وقع ساحة السياسية البريطانية خلال الفترة الأخيرة من انقسامات وتشتت قد يجعل المراحل النهائية لمفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً. لقد هدد حزب العمال بالتصويت ضد اتفاق الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي، أما حزب الديمقراطيين الأحرار فقد عبر عن رغبته في سد الطريق أمام عمل الحكومة، وهدد أعضاء مجلس اللوردات غير المنتخبين بمحاربتنا في كل خطوة نخطوها. ورغم ما حملته هذه الدعوة من تراجع عن التزامات سابقة لتيريزا ماي، فقد قوبلت عموما بترحيب معظم الأحزاب البريطانية مع اختلاف أسباب الدعم. أرحب بقرار رئيسة الوزراء منح الشعب فرصة التصويت لحكومة تضع مصلحة الأغلبية أولا. إن حزبنا سيقدم لبريطانيا بديلا فعالا لحكومة فشلت في إعادة بناء الاقتصاد وأدت إلى تراجع مستويات معيشة المواطن. ومع أن رئيسة الوزراء في بريطانيا لا تنتخب بشكل مباشر من الشعب، إلا أن التسريع بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة سيسمح لتيريزا ماي بتعزيز موقفها إذا حصلت على تفويض انتخابي تعتقد أنها قادرة على الفوز به. أكد المدعي العام الفرنسي في باريس أن الشرطة عثرت على أسلحة و3 كيلوغرامات من مادة متفجرة وراية لتنظيم داعش الإرهابي في شقة المشتبه بهما اللذين اعتقل الثلاثاء بمدينة مرسيليا. الرجلان كانا يعدان لهجوم وشيك وفق المصدر، وتمكنت السلطات الفرنسية من إحباط مخططهما قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية. في الخبر الرياضي، وفي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تأهل ريال مدريد الإسباني لنصف النهائي على حساب ضيفه بايرن ميونخ الألمانية منذ قليل بعد أن سجل اللاعب كريستيانو رونالدو 3 أهداف ليفوز الريال بنتيجة 4-2 بعد وقت إضافي في إياب ربع نهائي على ملعب سانتياغو برنابي. نهاية الموعد الإخباري، مشاهدينا الكرام، إليكم فيما يلي تذكيرا بالعناوين. في ذكرى بعث قوات الأمن الداخلية 61، رئيس الجمهورية يجدد الحرص على مزيد الإحاطة بعائلات شهداء الأمن الوطني. مجلس وبشعب يصادق على مشروع قانون تنقيح أحكام مجلة المحروقات المثير للجدل فيما تهدد المعارضة بالطعن في دستوريته.
في خطوة مفاجئة، رئيسة وزراء بريطانيا تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وخطة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خروج بريطانيا منه لن تتغير. هذه الأخبار وغيرها على ذمتكم عبر بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tm. ليلة طيبة.